إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حتى ترك الأمة على الملة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في هذا الكتاب المبارك الذي يشرح فيه مؤلفه ما هي العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالله وبأسمائه وصفاته، ويبين العقيدة التي تلقاها الصحابة رضوان الله عليهم وأجمعوا عليها ونقلوها لمن بعدهم، ويبين المخالفات التي وقعت من أهل البدع ومن المنحرفين ومن أهل الضلال. وهذه العقيدة البينة المتعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي نثني على الله بها ونتقرب إلى الله بها ونتوسل إليه بها في دعائنا، كما توسل بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما مر معنا ذكر كيف تلقى الصحابة هذه العقيدة الصحيحة وكيف نقلوها إلى من بعدهم وكيف تلقى التابعون هذه العقيدة وكيف نقلوها إلى من بعدهم وكيف أنكروا على المخالفين وبيّنوا أنهم يسيرون على طريقة ليست صحيحة، وهم قد سلكوا طرق الضلال في فهم هذه العقيدة. وذكر المؤلف السبب أو الأسباب التي دعت المنحرفين إلى الانحراف في العقيدة، وذكر أن من أشهرها مكائد الأعداء من اليهود والنصارى، فإنهم قد أحدثوا فتنة عظيمة عند المسلمين وحرفوا العقائد ليحرفوا المسلمين عن دينهم، وبالأخص ذلك اليهودي الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيد بن أعصم. واستمر الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الحق، والحق يمثله القرآن والسنة، والباطل يمثله أهل الضلال من اليهود والنصارى الذين حرفوا دينهم وبدلوا كتابهم. ومن انضم إليهم من أهل الشرك وأهل النفاق وغير ذلك. ولذلك ما على المسلم
إلا أن يطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يهديه الطريق المستقيم. وهذا الطريق المستقيم الذي نسأل الله عز وجل أن يدلنا عليه وأن يثبتنا عليه في كل ركعة من صلواتنا، في كل ركعة من صلواتنا ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليه جميع الرسل منذ خلق الله عز وجل البشر وخلق آدم وخلق الشياطين. منذ ذلك الوقت في هذه العوالم المتأخرة، والصراع بين الحق والباطل، وبين الشيطان وأتباعه، وبين أهل الحق وأتباعه. ولذلك من أراد النجاة فليعرف هذا الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم بالهداية إلى الطريق هم الأنبياء وأتباع الأنبياء قطعا لا محال. الأنبياء وأتباع الأنبياء هم الذين أنعم الله عليهم بسلوك الطريق المستقيم غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم اليهود، فإن الله قد غضب عليهم، اليهود الذين بدلوا وحرفوا وشروا بكتاب الله ثمنا قليلا، فهؤلاء مغضوب عليهم. وأما الضالون فهم النصارى أهل الرهبنة والتثليث وأتباعهم. ولهذا قال من قال من العلماء من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه باليهود، لأن اليهود عصوا الله على علم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، لأنهم يجدون صفته عندهم في التوراة، ومع هذا جحدوا وأنكروا أكثرهم إلا من هدى الله منهم. والضالون هم النصارى الذين زعموا أن لله ولد، وأهل الرهبنة والتعبد على الضلال والجهل، فهؤلاء أهل الضلال. فمن فسد من عوام المسلمين ففيه شبه وعبد الله على غير بصيرة ففيه شبه من النصارى. ومن فسد من علماء المسلمين وعنده الكتاب والسنة وتنكب الطريق ففيه شبه من اليهود. ولذلك لما يكرر العبد دائما في كل صلاة هذا الدعاء العظيم للتذكير بهذا الأمر، وليحمد الله عز وجل على هذه النعمة أن جعله مسلما، يحمد الله أن جعله مسلما متبعا للقرآن والسنة. وأما ذكر الفرق المنحرفة فلا تذكر إلا للتحذير منها، ولذلك لا نفصل كثيرا في عقائدهم ومللهم وانحرافاتهم اقتداء بالرسول بالصحابة رضوان الله عليهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة وستفترق هذه الأمة على ثلاث، ذكر أن اليهود على 72 فرقة، على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة،
وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وأنت الذي يكون مهم بالنسبة لك في غاية الأهمية أن تعرف هذه الفرقة الناجية الواحدة. فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، الصحابة سألوه عنها، ما قالوا اذكر لنا كل فرقة وعقيدتها، لا، سألوه عن الفرقة الناجية، من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يدل على أن الصحابة على الهدى، وأنهم ساروا على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف في هذا الكتاب أن الصحابة يحدث بينهم خلافات في بعض فروع الأحكام، لكن في العقائد لا، ليس عندهم خلافات البتة، العقيدة واحدة عند الصحابة مجمع عليها. والخلافات التي تحدث بينهم في مسائل في الزكاة أو في الصلاة أو في الوضوء أو نحو ذلك هي خلافات في فروع الشريعة. وأما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فإنهم مجمعون على تلقيها بالقبول وعلى تكبير الله وتعظيمه، ليس عندهم خلاف والحمد لله في هذا. ولهذا لما ذكر من عظم شأن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وبدأ بأعظم صفة من صفات الله وهي العلو، وأن الله عز وجل لما خلق هذا الكون خلق من فوقه العرش، وهو عرش عظيم لا يقدر قدره إلا الله، جعله من فوق السماء ثم استوى سبحانه وتعالى على العرش. وهذا العرش العظيم تحمله ملائكة، والله عز وجل ليس في حاجة للملائكة ولا لغيرهم، لكنهم اقتضت حكمة الله أن يجعل الملائكة الكثيرين يجعلهم رسل ويكلفهم بتكليفات فينفذون ذلك، فهم ملائكة عظام أولي أجنحة كثيرون. فكل إنسان معه ملكان، منهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب السيئات، والسماوات فيها من الملائكة الشيء العظيم، حتى أن بيت العزة الذي على قدر الكعبة يمر عليه في كل يوم 70,000 من الملائكة لا يرجعون إليه مرة ثانية. فلكم أن تتخيلوا وتتفكروا كم عدد هؤلاء الملائكة، كم عدد هؤلاء الملائكة. وهؤلاء الملائكة لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. فلذلك المسلم لا يستوحش لكثرة المؤمنين من الملائكة الذين يعبدون الله كما يعبده الله، فهم عبيد لله وهو عبد لله. فبدأ المؤلف بصفة العلو لأنها أكبر قضية خالف فيها أهل البدع بسبب ما درسوه من علم المنطق وعلم الفلسفة وعلم الكلام،
فبدأوا يضربون لله الأمثال، بدأوا يضربون لله الأمثال وقالوا الله أكبر من كل شيء، فكيف يكون في السماء؟ وهم لم يفهموا ما معنى في السماء، فإن في السماء يعني على السماء، وليس المراد أن السماء مكان لله يحصره ويحويه، فالله عز وجل أجل من ذلك وأعظم من ذلك، لا يمكن أن يكون السماء تحصر الله عز وجل. ولهذا لما تسمعون قول الله عز وجل وهو أورده المؤلف هنا أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فبين أن في بمعنى على، وهذا أسلوب من أفصح الأساليب في اللغة العربية، من أفصح الأساليب أن في تأتي بمعنى على، فالله على السماء وليس السماء تحصره، والله في أعلى عليين، ولذلك استدل على العلو بقضيتين من أعظم القضايا. القضية الأولى إن الله يدعى من أعلى لا من أسفل، وهو يرد بذلك على أهل الحلول الذين يقولون الله في السماء وفي الأرض، فلو كان في الأرض كان الداعي يرد يديه للأرض، لكنه يرفع يده لأنه علم أن الله في أعلى عليين، فهذا من أعظم فطرة، من أعظم الردود على الذين يقولون الله في كل مكان. ورد عليهم بدليل عقلي، وهو أنه لو كان في كل مكان لكان في الأماكن النجسة في الأرض التي يتنزه الله عنها، ولا يمكن أن يكون الله في كل مكان، لكنه محيط، نعم محيط بخلقه، لكنه أعلى من خلقه، ولأن أفضل الجهات جهة العلو وأشرفها، وخالق أشرف الجهات هو أولى بأكملها وأعلاها، وهي جهة العلو. ولماذا ذكر المؤلف ذلك واحتاج إلى ذلك؟ ذكر ذلك ليرد على أهل الحلول والاتحاد الذين حرفوا معاني القرآن من جهلهم، فحرفوا معنى قول الله عز وجل أن الله في السماء وفي الأرض، قالوا أنه يحل في الأرض، وهذا باطل، ومعنى الآية أن الله يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. ولذلك لما ذكر عن الصحابة هنا ما يتعلق بالكرسي قال أن الكرسي أمام العرش وهو موضع القدمين للرحمن، الكرسي موضع القدمين للرحمن وهو أمام العرش، وأن الكرسي وأن السماوات والأرض في الكرسي لأنه يحفظها ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله الله عز وجل ولا الكرسي يضيق بالسماوات والأرض، لأنه قال إن السماء والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة، أرض فلاة وسيعة وتلقي فيها حلقة، فالسماوات والأرض على كبرها كحلقة في أرض فلاة،
فإذا كان هذا بالنسبة للكرسي فكيف بالعرش؟ فهذا أنت تتصور العظمة فقط، لكن نهيت عن التكييف والتخيل. ولذلك مر معنا في الدرس السابق كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فلا تتخيل ولا تتوهم، لأن وهمك لا يصيب، لأن وهمك سوف يقع على صورة متخيلة، وهذه الصورة المتخيلة لا يستطيع أن يتخيل الإنسان إلا ما رآه بعينه أو رأى نظيره، لا يستطيع أن يتخيل الإنسان إلا ما رآه بعينه أو رأى نظيره فيتخيل، لكن الله عز وجل لا نظير له ولا مثيل له ولم نره في هذه الحياة الدنيا، ولذلك لا تتخيل البتة، لكن تثبت المعنى العام، المعنى العظيم، المعنى الجليل تثبته. ولذلك جاء من انحرف وقال لا ما في معاني، تسلم هكذا، وهذا جهل. ولذلك سمى المؤلف أصحاب هؤلاء أهل التجهيل، يقولون نجهل المعاني. كيف تجهلها؟ يعني هل ممكن أن يختلط عندك معنى العلو والنزول؟ ما تعرف لها معنى؟ أم تعرف أن النزول غير العلو، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا وهذا له معنى، والعلو أنه مستوى على العرش وهذا له معنى، فأنت فيه معنى تعظم الله به، لكن هل تستطيع أن تكيف العلو أو تكيف النزول؟ لا يمكن. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة لما سأله سائل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ أو قال كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فغضب غضبا شديدا من هذا السؤال الذي لم يسأله الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة آمنوا وما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وعرف أن هذا السؤال لا يليق، ولو كان من الحق لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الاستواء معلوم، يعني معناه وهو الصعود، فهو استوى على العرش يعني صعد على العرش وارتفع، الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به أي الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل وأراك رجل سوء، وأمر به أن يخرج من حلقته، من حلقة الدرس. ولذلك هذه العبارة العظيمة وهي قاعدة عظيمة فيما يتعلق بالكيفيات والمعاني نقلها العلماء الذين ألفوا في العقيدة وتتابعوا على نقلها في كل صفة، ونقول هذا في كل الصفات، في سمعه، في بصره، في حياته، كل نقول فيها هذا المعنى معلوم والكيف مجهول، والمعنى الإيمان به واجب، المعنى معلوم. ولذلك الذين يسمون أهل التجهيل وبعضهم يسميهم أهل التفويض، لأنهم يقولون نفوض المعنى، والتفويض في الحقيقة للكيفية وليس للمعنى، وهذا تحريف لكلمة الإمام مالك. وهذه القضية تتابع عليها السلف وغير السلف. ولذلك المؤلف هنا أورد على هذه القضية ثلاث مسائل. المسألة الأولى إجماع السلف، إجماع السلف على هذه المسألة،
المسألة الثانية، بعض أهل البدع هذه القضية سلموا بها، ولذلك نقل قولهم مع إنكاره على ما عندهم من بدع، كما ذكر نقل عن طائفة من الصوفية عندهم بدع لكنهم أصابوا في هذا، ولهذا يسميهم الصوفية الأوائل، فإنهم كانوا يوافقون على الإيمان بالأسماء والصفات، بل وذكر ما عند اليهود والنصارى وخاصة في التوراة، ذكر ما عندهم من الذين يؤمنون بهذه الأسماء والصفات، وإن كان يحدث عند بعضهم تشبيه أو تمثيل أو نحو ذلك، لكنه يبين أنهم ما كانوا ينكرون ذلك، وأن هذا الإنكار إنما حدث عند الفرق المتأخرة وخاصة الذين نشروا كتب كثيرة ولهم جهود عظيمة، وهذه فتنة عظيمة أيضا، لأنه لما يظهر إنسان ويكون عالم كبير مفسر محدث وإلى غير ذلك، ويرونه الناس ينافح عن الإسلام ثم يعتنق بدعة، فهذه المسألة خطيرة جدا، لأنك كيف تفعل بهذا؟ تجد شخص مثلا عنده مجلدات في التفسير ومجلدات في الحديث ومجلدات في أصول الفقه ونحو ذلك، ثم يرتكب بدعة شنيعة مثل هذه البدعة، وهي إنكار الأسماء والصفات أو تأويل الأسماء والصفات. ولذلك بعض الجهال عظموا هؤلاء الأشخاص وقالوا ما نقبل من أحد، ما نقبل إلا أنتم أعلم من هؤلاء، أنتم أعلم من الجويني، أنتم أعلم من الرازي، أنتم أعلم من هؤلاء. والحقيقة يا أيها الإخوة أنه ليس كل عالم معصوم من الخطأ، ولذلك علينا أن نحذر من زلة العالم، فإن العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العلماء فقد يزل منهم زال، يزل منهم شخص، فلا تتابعه على زلته، وليس معنى ذلك أن من استقر عنده، من كان عنده العلم الكثير أنه لا يخطي، بل يخطي. طيب كيف اكتشف خطأه؟ الميزان عندك، عندك الميزان وهو الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، ولذلك وجد من أخطأ في زمن التابعين، ووجد من أخطأ في زمن الصحابة في فهم بعض القضايا، لكن لا يتابع المخطئ على خطأه مهما كان، وإنما تنظر في الذين ساروا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان الشخص ليس من أهل النظر، يعني من العوام، فماذا يصنع هذا العامي؟ فإن العامي إذا أشكل عليه شيء فلينظر إلى أهل العلم ويسألهم، يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأفضل أهل الذكر بالإجماع الصحابة، فلذلك يقول لهم هل الصحابة قالوا ذلك؟ عند ذلك يسكتون، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء عن الصحابة، لا يستطيعون البتة أن يأتوا عن شيء عن أحد من الصحابة أنه أنكر هذه الصفات أو أول هذه الصفات، لا يمكن أن يأتون. فهذا المراد أنك تسأل، اسأل عن الرعيل الأول الصحابة، لأنه من المستحيل أن يكون تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا عنه وتربوا على يديه أنهم ما عرفوا الحق،
فهل تستطيع أن تقول إن الصحابة أخطأوا في العقيدة؟ وقد قالوها أهل البدع، قالوها أنهم أخطأوا في العقيدة، أو يحرفون كلامهم ويقولون لا معناه ليس كذلك، وهم ولذلك جزى الله المؤلف خيرا لما سرد جميع الكتب التي ألفها العلماء الأوائل تحكي مذهب الصحابة، ذكرها كل الكتب ذكرها. ومن الأشياء التي ذكرها أن رجل اسمه ابن خزيمة، لقبه إمام الأئمة لأنه صاحب منافحة عن السنة، صاحب منافحة عن السنة وصاحب كتب، وكتب كتاب اسمه كتاب التوحيد، وهو على منهج الصحابة، لكنه زل في مسألة، زل في مسألة، أخطأ في مسألة، فلما أخطأ لم يتبعه بقية العلماء على جلالة قدره، لأنه أخطأ في مسألة فما قبلوا هذا الخطأ منه. وسوف يأتي معنا في الحديث المتعلق بالصورة، صورة الرحمن، فقالوا لا يتابع على زلته مع جلالة قدره ومع مكانته في العلم، فلا يتابع على زلته، لأن الحق أحق أن يتبع. ولذلك هنا المؤلف ذكر كتاب المحاسبي، هذا عالم من العلماء وعنده تصوف، ولذلك حذر الإمام أحمد من قراءة كتبه، وله كتاب جميل اسمه فهم القرآن، ومع هذا ما هضم حقه. الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا أورد أكثر الكتاب وهو فهم القرآن، لأنه ذكر مذاهب الصحابة في الأسماء والصفات، فذكر هذا الكتاب ونقل منه نقولا كثيرة، وأدرجه في كتابه هذا الذي يتكلم فيه عن العلو وإثبات الصفات، وهذا الكتاب مطبوع أظنه، فهم القرآن مطبوع، ونقل منه نقول أكثرها سليم، فاحتج بها، ليس لأن هي الحجة الوحيدة، لكن ليبين أن بعض الصوفية الأوائل كانوا فيما يتعلق بالأسماء والصفات يوافقون السلف، ويريد أيضاً أن يقيم الحجة على أتباعهم ويقول لهم أن أئمتكم ما كانوا يؤولون الأسماء والصفات، فلماذا تسلكون طريقاً غير طريقي؟ هذا المقصد. يعني هو ذكر ثلاثة أو أربعة من أئمة الصوفية لكن لهم مؤلفات في العقيدة أكثرها ينكر التأويل، فهو ذكر المحاسبي هنا، ومن ذكر بعده، يعني هنا ذكر مسائل حقيقة لو تنبه لها العاقل يرى أن إثبات العلو بأدلة كثيرة، ومن ضمنها طبعا هو ذكر أدلة على أن الفاء في تأتي بمعنى على، وذكر لأصلبنكم في جذوع النخل، ما هو معناته في وسط الجذع، وذكر أيضا فسيحوا في الأرض، ما هو معناه أنكم احفروا لكم أنفاق وادخلوا في الأرض، وإنما على سيحوا على الأرض، سيحوا على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهذه من أفصح اللغات. فكذلك
أأمنتم من في السماء يحمل على هذا؟ وذكر أن موسى لما جاء إلى فرعون وسأله، وفرعون سأله، مع أنه يعرف فرعون أن الله في السماء، لكن يسأله عن إله، فين إلهه؟ فقال له في السماء، فقال يا هامان ابن لي صرحا. معناته موسى ما قال له في الأرض، لو قال له في الأرض قال احفر لي بير. لو كان موسى قال إن الله أسفل في الأرض لقال احفر عشان نشوف نبحث عن الله. لو قال إن الله حل في كل مكان كان يدور في الغرف التي عنده، يدور في القصر. لو قال إن الله حل في كل مكان، لكنه لما ذكر له جهة العلو قال ابن لي صرحا، يبي يبحث عن الله عز وجل في السماء. وهذا من تجاهل، لأنه هو ادعى الربوبية، يقول أنا ربكم الأعلى. طيب لو كنت أنت الرب الأعلى، من رب أجدادك قبل أن تخلق؟ يعني أنت والرب يكون مخلوق، الرب يكون مولود لما ولد فرعون وهو طفل صغير، فمن رب الناس؟ لكنها مكابرة، مجرد مكابرة. من رب الناس؟ هل هو الرب؟ لا يمكن أن يقول ذلك. فمن رب الأوائل الذين قبله؟ فهي مكابرة، فهو يكابر أيضاً في إنكار هذا الحق بهذه الطريقة، لأنه متكبر ولا يريد أن يعلو عليه أحد. لكن دمغه موسى عليه السلام بالحجج الشرعية. طبعاً بعض الناس أشكلت عليه، كما ذكرت لكم، أشكلت عليه المعية. المعية إن الله عز وجل مع المحسنين، مع المتقين، مع أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالذي لا يعرف تفسير السلف لها، ولا يعرف المعاني الصحيحة، ولا يعرف اللغة، يقول معنى ذلك أنه مختلط بالناس. يقول أنه معنى ذلك أنه مختلط بالناس، وهذا قطعا باطل. لأن الله عز وجل فوق عرشه وعلمه في كل مكان، فهذا المعية المرادة، وسلطانه في كل مكان، علمه. ولذلك نقل المؤلف هنا الإجماع أن الله ليس في شيء من خلقه، أن الله ليس في شيء من خلقه، وليس من خلقه شيء في ذاته. ولذلك ذكر القاعدة العظيمة التي ذكرها الخطابي، قال القول في الذات كالقول في الصفات، يسار على منواله القول في الذات. فإن الله عز وجل له ذات موجودة، فهل هذه الذات الموجودة تقول إنها مثل ذوات البشر؟ قال لا. قال ماذا تقولون فيها؟ قالوا نقول ذات لا تشبه الذوات، تليق بجلاله، لا نقص فيها. قال فقولوا في الصفات كذلك. فالصفات فرع عن الذات. لاحظتم؟ إذا قيل لما تقول إن لله بصر يسمع ويرى، له سمع، له بصر، له يدين، له قدم، كل الصفات، فقل هذه تليق بالله سبحانه وتعالى، لا تشبه صفات المخلوقين. يقول وهل هذا ممكن؟ قل نعم. أنت ماذا تقول في الذات؟ أنت الذات ماذا تقول فيها؟ قال أقول إن الله له ذات حقيقية ليست كذوات المخلوقين. قال قل هذا في الصفات. واضح؟ فهي من أوضح الأمور في هذا.
وأما هذا المعية وهذا القرب فهو معية بالعلم ومعية بالنصر. إن الله مع المتقين مع المحسنين، يعني معية المراد النصر، إنني معكما أسمع وأرى. اطمئنوا، لأنه ما معنى هو يرى كل شيء؟ ما الذي جعل عندهم طمأنينة لما قال إنني معكما أسمع وأرى؟ يعني موسى وهارون خافوا أن يفرط عليهم فرعون وأن يبطش بهم، فذكروا ذلك لله عز وجل، فقال إنني معكما أسمع وأرى. وهذا معناته يؤيدهم وينصرهم، ما يستطيع فرعون، ولذلك ما استطاع فعله، ولا كان بإمكانه أن يضرب أعناقهم، لكن الله حماهم منه. فهذه المعية معية بالنصر والحفظ والتأكيد، لأن المعنى يدل عليها وليس معناته اختلاط الذات. فتكون معية بالعلم وتكون معية بالنصر والتأييد والحفظ. عندكم في صفحة 257 انظروا لهذه الثلاثة المعاني التي ذكرها في تفسير الآية التي في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم. فهذه أشكلت على أهل الحلول وأرادوا أن يستدلوا بها، قالوا إنه في السماء وفي الأرض، فمعنى ذلك أنه في كل مكان. فقال ليس هذا معنى هذه الآية، وارجعوا إلى تفسيرها. فذكر أن هذه الآية أقوال المفسرين فيها ثلاثة، انتبهوا لها جيدا. أقوال المفسرين صفحة 257 عندك يا شيخ البيضاني، ذكر فيها ثلاث معاني عن المفسرين. الأول: وهو الله في السماوات، يعني هو عز وجل على السماوات، في السماوات يعني على السماوات، لأن فيها هنا بمعنى على، كقوله سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ثم تستأنف وتقول: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فإذن هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الثاني: أن الوقف على وفي الأرض في قوله سبحانه: وهو الله في السماوات وفي الأرض، ثم تقول: يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. والمعنى هو المعبود الحق في السماوات وهو المعبود الحق في الأرض. فإن لفظ الجلالة علم على المعبود بحق، لاحظتم؟ إذن المراد في السماء وفي الأرض، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. هذا القول الثاني. القول الثالث: أن تصل الآية فتقول: هو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وقال: والوجه الأول أظهر هذه الأوجه، والثاني أيضا ظاهر، والثالث بين. فيقرأ القارئ يقول: وهو الله في السماوات ويصل أو يوصل فيقول: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فيكون معنى الآية أنه بذاته على السماوات، وأما بعلمه
ففي الأرض وفي السماوات. إذن ليس أحد من المفسرين القدامى ذكر أن ذاته في الأرض البتة. ولذلك أيضا هنا ذكر إمام اسمه أبو عبد الله محمد ابن خفيف، وهذا كتاب، وهذا له كتاب سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. هذا أبو عبد الله محمد ابن خفيف، وهو الشيرازي الفارسي الشيرازي شيخ الصوفية، وهو قديم، يعني ولد سنة 68 و200، وهو على مذهب الشافعي لأنه ذكره في طبقات الشافعية. وهذا على ما ينكر عليه من مسائل التصوف إلا أنه كتب كتابا جميلا في العقيدة اسمه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. ماذا ذكر فيه؟ ذكر في آخره قال فاتفقت، أو في آخر خطبته قال فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر، ولله المنة. ثم إني قائل وبالله أقول أنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معقولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. يعني أن الذين احتجوا بالآيات التي في المعية وقرب الله عز وجل إنما دفعهم إلى ذلك الهوى، ولم يراجعوا كتب أهل الأثر أهل الحديث. وبعضهم قد عرف كتب الأثر لكنه يفسرها كما فسر القرآن، يعني كما أن الهوى حملهم على تفسير القرآن تفسيرا منحرفا، فإن
أيضا يفسرون الأحاديث تفسيرا منحرفا. ولذلك مر معنا بعض المحدثين يكون محدث كبير، يكون محدث في علم الحديث كبير وله مؤلفات كثيرة، لكنه ينحرف في الفهم تقليدا، لأن الإنسان لما يعيش في مجتمع كلهم على هذا الأمر فهذا له تأثير على النفوس. ولذلك لما مر معنا أن بعض الأئمة كان من الصوفية لأنهم كانوا في زمن منتشر الصوفية، فلا أحد يستطيع أن ينتقد الصوفية ولا أن يخرج عن طريقتهم البتة، لأنهم تعودوا ذلك وعاشوا عليه. ولذلك لا بد أن يلاحظ هذا الأمر. لما يقول شخص هل ذلك العالم الكبير كيف مشت عليه؟ لأن التربية غالبة، التربية غالبة. ولذلك الآن تجد أن مثلا الذين عند الرافضة مثلا يتأثرون بالرافضة، لأنهم ربوهم مثلا أن الحسين يعلم كل شيء، ربهم كذا خلاص، أن الحسين كأن معه مفاتيح الجنة وأنهم يستغيثون به في أي مكان. وأيضا المنحرفين من الصوفية الذين يتبعون البدوي يظنون أن البدوي يعرف كل شيء، ولذلك يدعوه في الملمات إذا حصلت عليه مشكلة يقول يا بدوي أغثني، أو يا حسين أغثني، أو يا عبد القادر الجيلاني أغثني. كيف يغيثك؟ من أين يغيثك؟ وماذا يملك؟ كيف يغيثك؟ وهل هو يعلم الغيب؟ بل إن بعضهم يقول يدعوه وهو بلغة غير لغته. فمن قال لك أن الحسين فارسي؟ مو فارسي، كيف بيعرف لغة الفرس؟ لما تخاطبه وتقول أغثني يا حسين، هو ما هو فارسي حتى يفهم لغة، إلا أن تقول إنه يعرف جميع اللغات، هذا صار رب معنى هذا. إذا صار يفهم جميع اللغات ولا تختلط عليه الأصوات فهذا صار يعني غلو، وما صار. فأحيانا الانحرافات ما يفكر بعقله أبدا، لا يفكر بعقله. إذا عاش في مجتمع الانحرافات فيه غالبة فإنه لا يفكر لا بعقله ولا في تفسير القرآن، ويقرأ القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، مجرد تلاوات ما يعرفون أحكامه، يعني يقرأ القرآن كاملا لكنه يفسره على هواه. يفسر كما فسر الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، فهو يحمل من وقعوا في المعاصي على أنهم كفروا، هكذا وقع في عقله. وإلا أين العقل أن تأتي إلى رجل مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خليفة راشد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، يأتيه الخارجي وهو يصلي بالناس أو يدعو الناس إلى الصلاة فيطعنهم ويتقرب بذلك إلى الله، يرى أنه يعني غاية الجهاد، أنه لماذا؟ لأنه عنده أنه قد أشرك وأنه حكم الرجال في دين الله. فكذلك أيضا الفرق المنحرفة عندهم هذا الانحراف في الفهم. هل ممكن أن تزيل الخلاف؟ أبدا، أنت تدعو إلى الله عز وجل ويؤمن من يؤمن ويبقى من يبقى، لا يمكن أن الناس، ولو أراد الله ذلك لحصل، لو أراد الله ذلك أن الناس كلهم يكونون على دين صحيح واحد لفعل ذلك سبحانه وتعالى، لكنه ابتلاء من الله عز وجل، تفرق الناس، هذا التفرق. ثم ذكر هو استعرض ما جاء من إثبات النفس لله عز وجل، فذكر
الحديث كتب ربنا كتب كتابا بيده على نفسه، انظر على نفسه، سمى أن له نفس الله عز وجل، لكن ما تقول كيف، نفس تليق به، إن الله كتب كتابا بيده على نفسه، إن رحمتي سبقت غضبي. وجاء في الحديث سبحان الله رضا نفسه، إثبات النفس لله عز وجل. وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، كل هذه أدلة تثبت أن لله نفس تليق بجلاله لا تشبه أنفس المخلوقين. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.